اجيب بولة واجيب عندي خس كابوتشا بس اعملك حاجه ايه مثال بسيط جدا تعمليه الناس اللي بتعمل دايت تشتغل بايه تشتغل بنفس كل اللي انا هشتغل بيه ده دلوقتي ولو عايزه تجيبي المايونيز الدايت موجود لايت موجود هتلاقيه موجود في السوبر ماركت وتجي تشتغلي بتوست سن تمام يعني تشتغلي بكل المقادير اللي انا اشتغل بيها دي تعمل السلطه دي تستمتعوا بيها جدا ماشي يا عم حمدي المقادير قدام حضراتكم هوا بتاعت السلطه ادي الخس الكابوتشا جبناه وقطعناه مكعبات صغيره او شرايح وابدا ان انا اعمل ايه اقوم نازل عندي بالبطاطس مسلوقه مكعبات صغيره بعد كده بقوم نازل عندي بالذره الحلوه حلوه قوي السلطه دي جربيها كده وشوفيها هتبقى عامله ازاي. طيب بعد كده اقلب الخس مع البطاطس مع الذره الحلوه واقوم نازل عندي بالمايونيز. اتفقنا ممكن تجيبي المايونيز اللايت لو هتشتغلي في الموضوع ده هيطلع معاكي تمام يا باشا تمام هتضيف من هنايا الاثنين يا عم حمدي. مسكت تمام كده قوي زي الفل ماشي نقوم واخدين عندنا فورمه هنجيب هنعمل اتنين ادي واحده طبعا اللي عايز يحمص العيش يحمص عايز تسيبيه كده يشتغل برده كله يبقى زي الفل نقوم واخدين الفورمه ديت وحاطين فيها التوست من جوه بعد كده اقوم واخد معلقه وحاطط اول طبقه واضغط ايه اللي بيمسك بقى الكلام ده كله المايونيز اللي انا ضفته مفيش اختراع يعني تمام اهو ونلف نلف تمام وبعد كده نقوم واخدين عندنا الطماطم معلش يا عم حمدي عادي ولا الدنيا تمام طماطم حط طماطم شريحة طماطم هنا في النص وبعد كده آخر حاجة خالص هنضيف عندي شوية صغيرين من الخليط ده عشان يمسك معايا وبعد كده آخر حاجة خالص الإيه التونة هضيفها آخر حاجة تونة مكعبات نضيفها آخر حاجة طبق سلطة كنا مطلعه يعني في إحدى المطاعم بصراحة كان شهير جدا عندنا وكنا ساعات بنعمله بالإيه بالسلمون نقوم واخدين عندنا التونه بتاعتنا حطيناها فوق واكبس بقى براحتي اخر حاجه خالص هي طبقه التونه عشان كده ايه بحط منها بكميه بعد كده بقوم واخدها اهيت ونقوم شايلينها طبعا دي المفروض تتكبس اكتر من كده لكن مفيش مشكله وبعد كده اعمل لها الدريسنج بتاعها اللي انا عامله دلوقتي اللي هو زيت زيتون وبعد كده هبدا ان انا احط عليه ليمون ايطالي واعصره وابدا نحطه عندي على السلطه ونقدمها ان شاء الله شوية زيت زيتون بعد كده بقوم ضارب على طول مع عصير الليمون هتلاقيهم على طول ربطوا معايا تقوم واخدة عندك المعلقة وراحة هنا
انا هي حاضر يا خال. ادي عصير الليمون وزيت الزيتون في الاخر خالص نضيفه، واتفقنا قلنا اللي هيشتغل يشتغل دايت في السلطه ديت هيشتغل بالعيش التوست السن اللي هو بدقيق الرده، ويشتغل المايونيز اللايت موجود في السوبر ماركت دلوقتي ومتوفر يعني للي عاوز يشتغل فيه.